الو، ايوه اسماء معانا، اسماء. اتفضلي يا اسماء قولي سؤالك. انا 22 واحد. معلش توطي التلفزيون وتكلمينا، اتفضلي يا اسماء. 22 واحد. قولي. الو، ايوه يا اسماء قولي. 22 واحد جالو. 22 واحد. عايز اعرف كل حاجه عن 22 واحد. عايزه تعرف كل حاجه. حضرتك ولا حد تاني؟ لا انا. طب انت عندك ايه ظروف صعبه عم بتمر عليها يا اسماء؟ انا لسه سايبه خطيبي وكده يعني. طيب سؤالك. وطي اسماء التلفزيون سنه كده بسيطه عشان الدكتور تسمعك. تمام. انا حالتي النفسيه متدمره وكده. لا جدا جدا. عايزه اسالك سؤال، انت عطيك سؤالك ان هو بيرجع لك ولا لا؟ نعم. السؤال اللي حابه تساليني يا خطيبك بده يرجع ولا لا؟ لا انا اللي سايباه وكده عشان مش هو برج السرطان 13/7. لا لا هو معقد نفسيا. نحسبتي هو ايه؟ معقد نفسيا. انا مش كنت انا وهو متفقين سوا وكده. طيب انا بصي اقول لك حاجه، انت دلوقتي عم تساليني على الارتباط، اول حاجه ابتعدي من الاكتئاب اللي عم بيحصل عليكي، وعندك شوي مشاكل صحيه هتخلصي منها. انا رايي وحتى نومك صار قليل مش زي الاول يعني. ايوه صح. انا عايزه منك تقري سوره البقره، وعندك ارتباط قبل ما تخلص السنه دي. انت خطيبك بحرف الميم؟ هو طيب ماشي ان شاء الله باذن الله، بس هترجعي تنخطبي لحرف الميم يعني حد تاني. اهلا وسهلا فيكي. ميرسي على اتصالك. الو الو الو، ياسمين معانا، اتفضلي. ايوه انا بكي. اتفضلي حبيبتي قولي. ايوه كنت عايزه اسال عني انا واخواتي. انت واخواتك قولي البرج. انا 8/9/2003. 8/9/2003. عايزه تعرفي ايه يا ياسمين؟ العذراء. كل حاجه. انت بتشتغلي؟ لا بشتغل مع باباي. تشتغل مع باباها. مع باباكي. مرتبطة ولا غير مرتبطة؟ لا 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 مفيش. طب انت عندك مشاكل ايه؟ صار لك فترة صغيرة اسبوع اسبوعين، ايه المشاكل اللي حواليكي؟ لا لا مفيش مشاكل خالص. لا انت من اسبوع شوي زعلتي يا ياسمين. اسماء زعلتي شوي. بسمة. انت زعلتي من اسبوع لانه انت حساسة قوي. بصراحه انا بقى بتقولي لي لا لا، انتبهي السؤال اللي بسالك. بس ما فيش زعل من حاجه معينه. ايه ما فيش زعل يعني ما زعلتيش خالص يا بسمه خالص؟ لا لا زعلت شويه، في حاجه زعلتها لانه هي حساسه، بس من نوع بتنسي بسرعه. بصراحه. عم تساليني على الارتباط، بقدر بقول لك الارتباط ان شاء الله ان شاء الله اخر السنه. اهلا وسهلا فيك. ميرسي على اتصالك.